اهلا بيكم في ريفيو جديد من ترافل اكسبرت. النهارده هنتكلم عن الغردقه. هنتكلم عن اوتيل من اكتر الاوتيلات اللي فيها العاب اكوا بارك. فبالنسبه للعائلات اللي بتحب الاكوا بارك تابعونا. هنتكلم عن الباتروس اكوا بارك الغردقه. خليكم معانا نتفرج على الاوتيل. الباتروس اكوا بارك هرجادة. الموقع في حدود 10 دقايق من مطار الغردقة الدولي ونص ساعة من وسط البلد بتاعة الغردقة. لازم تركب اوبر او عربية توديك لغاية الاوتيل. نقدر نقول ان الريسبشن والاوض والفرنتشر بتاعة الاوتيل كلها في الجيد جدا او الممتاز. الغرف في دابل وتريبل وفاميلي روم. حقيقي الفاميلي روم فيها خصوصية حلوة قوي وهتريح الاهالي اللي بيقرروا انهم يحجزوها. في العاب اكوا بارك للكبار في حدود 9 العاب وفي العاب اكوا بارك للاطفال. يعني الاطفال من سن 4 سنين كده يقدروا يلعبوا في الالعاب بتاعة الاكوا بارك بتاعة الاطفال في البول المنفصل عن العاب الاكوا بارك بتاعة الكبار. في هيت البول في الاوتيل بالنسبة للناس اللي بتفكر انها تطلع الاوتيل ده في اجازة نص السنة باولادهم. فما تقلقوش من ناحية فكرة الهيت البول. البوفيه بتاعهم تحفة ومتنوع والاكل فعلا كويس جدا. كمان نقدر نقول ان البوفيه بتاع الفطار افضل بوفيه في الثلاث بوفيهات. ولكن الحاجة اللي بتتاخد عليهم في البوفيهات بتاعتهم انه مفيش مطعم للسي فود او للمأكولات البحرية. الطبيعي او المفروض انه الاوتيلات اللي هي 5 ستار زي الباتروس كده بيكون فيه مطعم للسي فود، ولكن هو مفهوش مطعم للسي فود. البحر بتاعه مش موجود في نفس الفندق، البحر موجود في فندق تاني، لكن الفندق بيقدم سيرفيس انه بيطلع باص يوديك لغاية الشاطئ بتاعه بدون اكسترا تشارجز، يعني مش هتدفع فلوس زيادة، وهيوديك الشاطئ اللي تبعه، والشاطئ بتاعه كمان رملي وجميل. الاقامة بتاعتك في الباتروس بتبقى شاملة الساونا، المساج، الجيم، التنس كورنر، والحفلات اللي هي بتاعت بالليل بالانيميشن تيم. فعلا بتغير الجو وبتبقى رائعة. سياسة الأطفال بتكون أول طفل لغاية 12 سنة فري، وتاني طفل لغاية 5 سنين فري، وبعد كده بيبتدوا يتشرجوا نص الفرد الكبير في الغرفة الدبل. جينا بقى لكلام المهم، امتى نختار الباتروس اكوا بارك وامتى ما نختاروش؟ نختار الباتروس اكوا بارك في حالة ان احنا عيلة بنحب الاكوا بارك، كبار وصغيرين وبنحب الفرهدة. اقول لكم يلا لموا شنطكم واطلعوا على الباتروس اكوا بارك. نختار الباتروس اكوا بارك في حاله ان احنا بنهتم بالاكل بالوجبات، لان هو الاكل بتاعه فيه فرايتي عاليه قوي وحلو قوي وطعم، وفي نفس الوقت بيقدم ليت بريكفاست وليت دينر. يعني مش بتاخد فطار غدا عشاء بس، لا ده كمان لو فاتك الفطار في فطار متاخر، لو فاتك العشاء في ليت دينر، او هتقدر انك علشان تخرج تاخد اوبر وتتحرك بالعيله وبالاطفال وبالاولاد وتبقى الدنيا معاك تمام. طيب امتى ما نختارش الاوتيل ده؟ ما نختارش الاوتيل ده في حاله ان احنا من اصحاب الناس اللي بالها رايق وما بتحبش اكوا بارك وما بتحبش فرهده. انصحك ما تروحش الاوتيل خالص لانه كله هيصه وزحمه. ما تختارش الاوتيل ده في حاله ان انت بتحب البيتش في نفس المكان، لانه البيتش بتاع الاوتيل لازم تخرج من الاوتيل وتعدي في الصف الثاني في الناحيه الثانيه. غير كده ما اقدرش اقول لكم ما تختاروش الباتروس اكوا بارك. لو سمحت ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس وتابعوني. باي باي.